مساء عليكم من جديد في زون ميكس، متواصلين في حوارنا مع السيد يوسف الزواري. سي يوسف، من الكلمات اللي خلت برشا افاد برشا جدل كان 94، احكي لنا معاش التفاصيل، ما تحكيوش كواليس شنو صار وقتها. يقولوا فما خلافات بين اللاعبين، انت كنت موجود، احكي لنا شنو صار. انا موجود لكن ما همش مش حتى خلافات مع اللاعبين، بالعكس علاقه طيبه نتاعهم ما بينات بعض، حتى مع الإطار الفني، وعلى علم الإطار الفني راه ما فماش إطار فني، فما أنا شخص وحدي أنا ومعايا، أنا جبته معايا كوقت حسن ملوش حتى مش كمساعد، كنقول لك أنا وحدي، أنا وحدي، أنا كوقت ما فماش الإطار الفني متوسع. وبالنقطة بالنسبة للملاعبية ما شنو سبب الإخفاء؟ كل شيء لباس، كل شيء لباس. أولا ساعة فما أشياء اللي تظهر، أنا ظهرت لي بعد سنوات، أنا سمعت شيء بعد سنوات اللي هو سمعت فهم شيء بعد سنوات اللي فما أمور ما هيش ولا بد، اللي فما تحضير اللي كونه يلزم الفريق يتغير. أنت تتصور في ظرف مع بعضهم جمهور متاع سوسة وجمهور متاع المنزة متفقين مع بعضهم يسيحوا على الانترونور، ما صارت هذه. فما أشياء خارجية اللي خلصتها كرة قدم التونسية. شنية خارجية أشياء هذه؟ أنا ما نجمش ندخل في تفاصيل، خطر فما شيء، ولو ديما في طبيعتي ديما نكون متحفظ. شفت كي قلت لك عايش لتوا غامضه، خاطرك انت متحفظ للتوا. لا متحفظ بيان سور، متحفظ من حق العباد تعرف سيوس توا قداش عندها 20 عام خليهم ما شبعوش، حطوها على عاتقي انا كيما حطوا عاتق نتاع لاموشي، ما همش خليه يحطوا على عاتقي انا، حطوا على عاتقي انا. اما برشا من واجبك، سامحني سيوس، توري العباد الحقيقه شنو صار. لا مش مش واجبي، من واجبي نتاعي انا نكون وفي للمسؤوليه اللي قمت بها، واللي يصير هكا الكل معناها تحملته انا وتحملته كره القدم التونسيه. تلام احد كان فما تدخل من فوق؟ لا فما حتى تدخل. ايش معناها شيء خارجي؟ ما قلت لك حتى تدخل. كيفاش نجم نفهم؟ انا ما عندي يعني. خلي باب التاويلات الكلمه. في المقابلات ما عندي حتى تدخل. كي نقول لك حتى تدخل، حتى تدخل ونعرف شو نقول، وانا مسؤول على كلامي، واللي يحب الروايه نتاعو يعمل الروايه نتاعو. وفي اقالتك كان فما تدخل؟ بالطبع. مع عند شكون؟ بالطبع فما في الاقاله، في توقيف النشاط نتاعي في المقابله الثانيه، وعلى علم الراي العام اللي مازالوا ما تولدوش واللي تو ماخذين فكره على 94 ويتكلموا على 94، هذه اللي انا ما فهمتهاش. فما بيت ما تولدتش وعندها راي على 94 ويتكلم على 94، خاطر كيما قلت لك العباد ما عرفتش الحقيقه. يا اخي انت ما عادش ما تكلمش، انت مازال ما تولدتش وتتكلم عليها، وتتكلم عليها من اذنك. شو اللي سمعت؟ ما يلزمكش تتكلم عليها، ما عندكش الحق، ما نجمش تتكلم عليها. فما اشياء صارت بطبيعة الحال وفي الاخر ظهرت في الميدان، معناها اللي طاير بالمنتخب ما قبل. تحكي في الفاق برشا سي يوسف. لا مش في الفاق، مش في الفاق. شوف اللي عاش الوقت هيك يعرفه، بيحط لي اليوم موجودين تحكي عليهم، انت من حقهم يعرفوا العباد. شو مش يضيف؟ لا مهم للتاريخ هذا. لا التاريخ موجود، التاريخ هو كونه المنتخب بتاعنا الى اورغانيزي 94، خاصة في النظام معناها في النجاح نتاعو كان نجاح باهر، وفي النتيجة اخفقنا في النتيجة لأول مباراة نتاعنا معناها خسرناها. احنا نلعبوا زوز مباريات راه مش ثلاثة، زوز مباريات. اي زوز، اي ايوا زوز. ربحنا ماتش، كي انت معناها تخسر ماتش تاخذ قرار باش واحد، معناها شنو هي النية نتاعك؟ شكون خذا ديسيزيون؟ ما النية نتاعك من قبل سنة فيها. الرئيس السابق كان نجم نقولوا. بالطبع الرئيس السابق. بالطبع الرئيس. شنو دخله في المهمة نتاع كيما هكا نتاع كورة معناها؟ كيفاش؟ فما شكون أثر عليه؟ الرئيس ايش تحس؟ سامحني نحكي على رئيس الدولة. لا لا با دي تو، لا ما تكلمش رئيس الدولة. رئيس الجامعة. بالطبع رئيس الجامعة هو المسؤول. المنصف الفضيلي. سي المنصف بيان هو باش ياخذ قرار، شكون باش ياخذ قرار؟ مع الوزير. فما شكون أثر عليها؟ والله انا ما نجمش، خاطر حتى في تصريحات سي فضيلي، ومعناها بالنسبه هذه حي
وتحية لي، حتى في تصريحاته بعد سنين حملني أنا المسؤولية وما رديتش. خاطر أنا من اللي تعينت يا إسلام، من اللي تعينت على رأس المنتخب والكرتوش هابط لدرجة قعدت وحدي، حتى أجواء ما عنديش. من عند شكون؟ من عند كل ما يحيط بالمنتخب. حتى المنتخب كان كان فما عباد تحب تحكم في المنتخب، تحب تسير في المنتخب، فما جروب وجروب. تعبتني سيوسف، سيوسف للمصداقية، حتى العباد تسمع فينا باش تفهم. كي نحكيو معناتها كي نقولوا حاجة نسميو الأشياء أسماء، علاش نخليو أشياء وعباد محيطة نحبوا الدقة معناتها. لا ما عندي الدقة، واش نرجع بالتاريخ؟ ما نرجعش بالتاريخ. العباد تحكي اليوم راجع العباد سيوسف. خليه يحكي، يحكي علاش؟ يحكي يوسف زي هو المسؤول. خليه خذاه من الكوتي سبورتيف. هيك هاو. علاش قلت لك فما العباد تعب؟ شنو هي الكوتي الأخرى؟ العباد اللي عاشت هكا وقتها. من اللي انا تعينت اجدوا شنو اللي صار تشوفوا. قول لنا انت. انا ما نقولش، انا ما نقولش، انا هكا متحفظ بيه. انت ما تقولش معناها شكون باش تقول؟ وانت اللي هز القضيه. نسالش، نهز القضيه وهزيت القضيه، وهزيت القضيه لكم الحمد لله، الحمد لله. معناها بالنسبه لي انا هزيت القضيه، لكن علاقتي مع الناس علاقه احترام وتقدير وتقدير ويحطك في مكانتك. حط الوقت ايش؟ هاني قلت لك يحطك في مكانتك، هاني نقول لك انا. انا بعد هكا خديت الاسبيرونس. حط الوقت ايش باش تقعد؟ وبعد هكا رجعت للكيب ناسيونال. وقت اللي نقول هكا معناه ما فماش شك في مقدرتي كمدرب. وحتى اخلاقياتي تسمح لي باش نعاشر الناس. خاطر اللي يصير يقعد على روحه. انت هنا، انت هنا. حط الوقت ايش؟ حتى لين توفى الدنيا. خاطر ما فماش شيء ساعه، ما فماش شيء، اللي صار تعدى. انا بعد 94 مشيت نبحث، مش نبحث في المحكمه ولا في الامن، لا لا لا، نبحث شنو اللي صار وكيفاش وعلاش 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 وعلاش. خاطر فما اشياء اشياء ماكش باش تحكي عليها. لا ما نحكيش عليها. ما نحاول معاك. تعديت تعديت. علاش قلت لك انا انا سي الفضيلي احتراماتي ليه، وخرجت وقال مسؤول لونترونور، سكت على روحي. مسؤول لونترونور. خاطر بعد الماتش هكايا قد انا كي شفت الامبيونس هكايا وشفت الجمهور، والجمهور ما عادش قابل، معناها تاكيد الشيء اللي كان يساير بقبل. أنا قبل ما نجموا يعملوا حد شيء، وحبيت نخرج أنا وما خرجت وقعد وكملت. صراحة ما ايش نفهم فيك بعد هكايا تحكي بالألغاز. لا مش الغاز، مش الغاز، أنا مش الغاز. لا أنا نجم نفهمك هكا، لا العباد نجم نفهمك. لا كي تقول لي فما حاجة صايرة قبل ما تقوليش شنو، ما نجمش نفهم شنو صار قبل. فما لغات ضغوطات شنو يحب ينحي يوسف الزواب. من عند شكون؟ ما عند الناس الكل، ما عند الناس الكل اللي دايرين اللي مثلا يسيروا في 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 في, في, في الكوره يحب ينحي يوسف الزواوي، وما نجمش ينحي يوسف الزواوي. بعد شيء يبان كي بدا اول فرصه نقز عليها. انا بعد المقابله هكية باش تبش تكمل ونتعداو، خاطر ماش نحب نحكي عليها 94، خاطر انا بيدي معناها كان وضحتها وانتهي الموضوع وما عادش يحكي عليها حتى حد. ما توضحش ومش باش توضح. خاطرك يخرج لك واحد يقول لك لا مش صحيح، وبرا الاخر كل مش صحيح. انا وقت اللي المقابله الاولى صارت عملنا اجتماع في النزل مع السيد الوزير وتطرقنا للامور. انا اقترحت للوضع اللي هو فيه ننسحب. وعلاش نقول ننسحب؟ لان شفت وضع خارجي اللي بشي اثر اكثر فاكثر على المنتخب. خاطر فما شيء خارج هو اللي اثر على المنتخب، مش المنتخب بيدو. خاطر المنتخب يجم يعمل يجي في نهار سافابا، لكن من غدوه يجم يدارك. واذا دارك هو رانا تعديه. ولا خلينا نقول مش واضح خلينا نتعديه. لا لا مش الكلمه الاخيره. خاطر قال لي لا اتفقنا اللي لا نستمر. من غدوه الصباح العشرة نتاع الصباح يتصل بيا يقول لي لا سي يوسف. شكون كلمه؟ ها؟ شكون كلمه؟ بطبيعة الحال المعنيين بالامر. شكون؟ اللي هما يسيروا في كرة قدم هكا وقت. رئيس الجامعة. بالطبع رئيس الجامعة وسيونس الشتالي.